جنشن امباكت لعبة حديثة أحدثت ضجة مؤخراً في جميع منصات اللعب من بينها الموبايل، فهل تستحق هذه الضجة؟ هذا ما سنتعرف إليه في هذه الحلقة. أهلاً في أبتكار. جنشن امباكت هي لعبة مغامرات RPG ترتكز في أحداثها على قصة قوية وشيقة مليئة بالمغامرات والتحديات. بعد تحميل اللعبة يتوجب عليك إفراغ أكثر من 10 جيجا بايت من مساحة هاتفك لتحميل الملفات المطلوبة لتشغيلها بدون مشاكل. بعد انتهاء عملية التحميل تبدأ اللعبة بعرض القصة، حيث تعرف أنك انتقلت في ظروف غامضة لعالم موازي أنت وتوأمك. الأخير سيتم اختطافه من طرف إله الشر، وستعرف ذلك بعد استيقاظك في شاطئ غريب لتبدأ مغامرة البحث عن توأمك المفقود. الأمر الذي يتطلب خوض صعوبات كثيرة وإنجاز مهام صعبة تحتاج لقوة وحس مغامرة قل من يتحلون بها. إن كنت من الجيل القديم فستلاحظ تشابه كبير بين هذه اللعبة ولعبة The Legend of Zelda Breath of the Wild الكلاسيكية، سواء في بيئات اللعب الطبيعية في عالم مفتوح وكذلك الشخصيات بقدراتهم الخارقة، بل حتى في نظام المهمات والألغاز التي تواجهها في اللعبة ويتوجب عليك حلها لإنقاذ توأمك. كذلك رسوميات اللعبة وطريقة عرض الأبطال عالية بشكل كبير، وترقى للألعاب القوية المتطلبة لموارد فوق المتوسطة لتضمن تجربة لعب سلسة ومريحة دون تقطعات في الإطار. Honor my word. I await your instruction. My apologies. Kami Sato-art. Sumetsu. من إيجابية اللعبة أيضاً التي جعلتنا ننغمس في لعبها لساعات طويلة هي الحرية الكاملة في التحكم في بطلك والتحرك في كل أنواع بيئات اللعب المتواجدة في عالم تيفات المفتوح. يمكنك السباحة في البحار وتسلق الجبال والأشجار والانزلاق في المنحدرات دون أي قيود أو حدود. تفاصيل بسيطة كهذه تجعل تجربة اللعبة أكثر متعة وتجبرك تنغمس لساعات أكثر في اللعب. في طريقك لحل الألغاز وكسر التحديات ستبدأ بفتح شخصيات جديدة إلى أن تكون فريقاً من 4 أبطال. يمكنك التبديل بينهم لكل واحد شخصيته وقصته وقدرته الفريدة من نوعها التي ستحتاجها أثناء رحلتك، وكل بطل قابل للترقية لتضاعف قوته وقدرته ليواكب كل المصاعب التي تواجهها. ستحتاج التبديل بين الشخصيات 4 أكثر في القتالات والمعارك الصعبة ضد الوحوش، حيث تتطلب منك السرعة في التبديل ومعرفة البطل المناسب للقتال به في كل ثانية ولحظة. لكن من بين المشاكل المزعجة التي واجهناها أثناء تجربة اللعبة هي صعوبة التبديل بسرعة بين الشخصيات أثناء اللعبة. يمكن حل هذه المشكلة بإرسال تحديثات تتضمن اختصارات وطرق أسرع للتبديل بين الأبطال. كذلك اللعبة تستهلك موارد عالية من الجهاز، مما يجعل درجة حرارته ترتفع لدرجة كبيرة حتى باللعب على أجهزة رائدة. اللعبة لم يمر على إصدارها على الموبايل سوى 4 أشهر، لذا من الطبيعي ظهور مشاكل من حين لآخر في بعض المزايا والخاصيات، لكن على العموم استمتعنا بتجربة اللعبة وقضاء الوقت في استكشافها وجمع الموارد وحل الألغاز المطلوبة منها. كتقييم تستحق 4 من 5. اللعبة متاحة على أندرويد وiOS بجانب منصات لعب أخرى كبلاي ستيشن 4 وبي سي ونينتندو سويتش. Remove all threats to eternity by order of the almighty shogun. انتهينا من عرض اللعبة، الرابط تجدونه أسفل الفيديو. نلقاكم في الحلقات القادمة، إلى اللقاء.